أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. أسرى بك الله إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. عقدت في ساقية الصاوي ندوة للداعية محمد مسعد ياقوت بعنوان مولد نبي مولد ثورة، وتناول ياقوت في ندوته دواعي المولدين، مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء ليغير واقع أمة، وكذلك الثورة التي بمولدها تستكمل تغيير هذا الواقع. ندوة النهاردة بعنوان مولد ثورة ومولد نبي، والجمع بين ميلاد الثورة وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء ظهروا على مدار التاريخ، ظهروا ضد الأنظمة الجائرة، ظهروا ولم يهادنوا الظلم، ظهروا وكانوا يعني ناقمين على واقع مر أتوا فيه، وجاء كل نبي منهم يعني إذا صح التعبير يثور على ظاهرة فاسدة موجودة في مجتمعه. فهذا شعيب عليه السلام يأتي ليصحح مفهوم اقتصادي موجود في أمته، وهذا لوط عليه السلام يحارب هذه الرذيلة الموجودة في الجانب الأخلاقي، وهكذا جانب أخلاق، جانب إيماني، جانب تشريعي وجانب سياسي، والأنبياء جميعا جاءوا فغيروا الواقع الأليم. والحقيقة الثورة ما هي إلا تغيير واقع، تغيير الأمة وتغيير المجتمع البشري من حال إلى حال أفضل. ولو نظرنا إلى وضع العالم العربي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرنا إلى المنطقة العربية بالذات قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن المجتمع القبلي هو المسيطر، هي الثقافة السائدة، تجد الوأد البنات وقتل المرأة و يعني شراء المرأة وبيعها ولا تورث ولا تحترم ولا لا قيمة لها، حتى قال عمر رضي الله عنه كانت المرأة لا شيء قبل الإسلام، ثم جعل الإسلام لها شأن، كانت لا ترث، جعل الإسلام لها مواريث. مسألة التقاتل بين العرب والقبائل، العرب لم يتحدوا ولم تكن لهم حضارة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فصارت لهم الدولة، وصار لهم جيشا، وصار لهم اقتصادا، وصاروا يتحدثون إلى كسرى وقيصر وإلى حكام وملوك أوروبا وأسيا وسائر بلدان العالم، يعني تحدثوا حينما اجتمع شملهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا يولد الأنبياء في واقع رحب بهيج، بل إن ظهورهم على مدار الحقب التاريخية المختلفة كان رمزا لواقع مظلم أو ظالم، وكذلك الثورات لا تظهر ولا تكون إلا بسريان ظلم جديد.